ومن القواعد أيضا الربوبية المحضة تقتضي مباينة الرب أو نقول الخالق. الربوبية المحضة تقتضي مباينة الرب للعالم بالذات. الربوبية المحضة تقتضي مباينة الرب للعالم بالذات، وهذه من قواعد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ومفادها أن إيمانك بأنه رب كل شيء لا يقع صحيحا إلا إذا اعتقدت عدم حلوله في شيء من مخلوقاته. لا بد لزاما إذا أردت أن يصح إيمانك بأنه رب كل شيء وخالقه ومليكه أن تعتقد مباينته لهذا العالم. فالله عز وجل منفصل في ذاته عن ذوات مخلوقاته، فليس في ذاته شيء من ذوات خلقه ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. وبناء على ذلك فأصحاب الحلول الذين يزعمون أن ذات الله عز وجل قد حلت في كل مكان، هؤلاء كافرون بربوبيته، إذ لا يجتمع الإيمان بالربوبية واعتقاد حلول الرب في المخلوقات. لا بد من التمييز بين ذات الرب وذات المربوب، وذات الخالق وذات المخلوق، وذات الإله وذات العابد المتأله. فمن اعتقد أن ثمة اتصالا بين الذاتين فهو كافر بربوبيته تبارك وتعالى. وأيضا أصحاب فكرة وحدة الوجود، وهو أن ذات الله عز وجل هي عين ذوات خلقه، ليست مجرد حلول بل هي عينها، فالذاتان ذات واحدة. وقد أجمع المسلمون على كفر من اعتقد ذلك، فمن زعم أن شيئا من ذات الله قد حل في شيء من ذوات خلقه فقد كفر، ومن زعم أن شيئا من ذوات المخلوقات قد ارتفع وحل في ذات الله عز وجل فقد كفر. فإذا من أعظم قواعد الربوبية اعتقادك مباينة هذا الرب للمربوب، كما نعتقد نحن أن الله عز وجل فوق عرشه استوى بذاته استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس في ذاته شيء من ذوات خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته. يقول ابن القيم رحمه الله: فكما باينهم سبحانه، كما باينهم أي انفصل عنهم واختلف عنهم، فكما باينهم سبحانه بالربوبية والصفات والأفعال فلا بد من مباينته لهم بالذات. بالذات، فلا نعتقد أن شيئا من ذات الله عز وجل قد حل في شيء من ذوات خلقه. العجيب أن الإمام ابن القيم استنبط هذه القاعدة عند شرحه لقول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. قال: إذا لا بد أن يكون ثمة ذات تحمد وذات تحمد وذات يعتقد أنها يعتقد فيها الربوبية، وذات يصدر منها هذا الاعتقاد. فلو كانت الذاتان ممتزجتين غير متباينتين ولا بمنفصلتين، إذن بطلت كل معاني الربوبية وبطلت كل معاني الألوهية. والله أعلم.